تابعونا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات. احنا يمكن قبل ما يتحطوا مجموعات، جميع المحللين والتقنيين في العطف كنهضروا بشكل، وفي الواقع تنقولوا شكل. كنا كنقولوا بحال دابا في هذه الجهه اللي فيها البرازيل هذه كنقولوا المغرب، كنحطوا المغرب هو الثالث، وكنقولوا كرواتيا وبلجيكا على حساب المعطيات وعلى حساب داك الشيء اللي كنا كنشوفوا. شحال ديال الوراق اللي تبعتي في هذا الكوب؟ شحال ديال الوراق مشى؟ دابا كاع المعلقين كاع المحللين تيقولوا، وهذه هو الحلاوه ديال كره القدم. ما تامنش بسميتو بالوراق، كيقول علاش كيقول لك سير بابي كنقدر ندير اللي بغيت، عندي واحد ستيل، وانا كنقول لك دائما، ولكن في الواقع رياليتي واحد الواقع. البارح كنا تكلمنا على هذه المباراه ديال كندا والمغرب، وقلنا بان المباراه صعيبه بزاف، واللي كنت كنتلاقى معاه في الشارع تيقول لي ما تخلعتش في جوج ماتشات وماني مخلوع دابا. عرف حس بانه حنا مقبلين على انه حنا خصنا ندوزو الساروت بين يدينا. ولا شفتوا يعني المنتخب الكندي البارح بحال لاعب شي نهائي، بحال غيتكسر، بحال راه قلتها المونير، دازت كندا، دازت سميتها الدنمارك، راه كانت بغات تماركي على استراليا. البارح المجموعه اللي انت تفرجتي فيها البارح راه هي لا ميم شوز، واخا انت ما معنيش. لا هي قالت لك زعما هادو ما معنيش بالتاهل، قلنا هنا لاعبين بواحد الروح. اش قلت لكم انا المثال اللي عطيتكم؟ قلت لكم كوب دوروب ماشي هي لا كوب دافريك، ولا كوب دي موند ماشي هي لا كوب دي موند، عندها واحد النوعيه خاصه. المنتخبات كتجي من اجل الفوز بشي لقب ولا بشي شي ماتش ولا بنقطه ولا تسجيل هدف. راه كل واحد علاش كيجي البارح؟ انا علاش كنا كنقولوا كندا راه صعيبه؟ دوك كندا كانوا بغاو البارح يجيبوا نقطه، يجيبوا نقطه ولي ينتصروا عليك، هما ما عندهمش مشكل ويفرحوا بداك الانتصار. انت اللي معني بالامر، انت كمنتخب مغربي معني بالتاهل، وعينيك على الماتش الاخر. خاص تعرف واحد القضيه، راه دلوتر كوتي راه الحمد لله داك لوكاكو ما كانش، ماشي ما كانش، جاو دوزو كازي ما عمرهم يجي الماتش بلجيكا وكرواتيا. وراه الناس يتفرجوا في هذا الماتش، راه خصهم يشوفوا هذا الكواري. ولكن الحمد لله شنو اللي زوين في هذا الشيء كله؟ هذوك 0-0 وهذاك تيزقل محاوله اللي هي خطيره وحنا رابحين. ولكن في دوزام ميطا ملي كتشوف عاوتاني ذاك الهجوم الكندي وقلناها احنا، قلنا فرقه اللي فيزيكمون غادي، وانت ديك الساعه انت اش كدير؟ خاصك تحافظ على جوج واحد، حافظ على ذاك الشيء ديالك اللي عندك. ما غاديش تلوم انا، قلت لك البارح وليد الركراكي يمكن ما يتلامش في هذا الماتش كيما لعبوا، ما كاين حتى شي مشكل، لانه الضغط علينا حنايا. ثم تكلمنا على واحد العنصر اللي جبدناه انا وياك وطولنا عليه في الهضره، شكون هو نصيري. قلت لي واش نصيري دابا؟ قلت لك نصيري انا كل مدرب نبغي نلعبوا. البارح هذاك البريسيو اللي دار بجوج ماتشات ديال كندا وديال كرواتيا ما عطاتوش الاكل ديالها، ولكن تيرمو هو كيلعب سخي كيف كنقول لكم دائما. بان بريس على الجول، بريس على الكارديان، كيفاش بريس على الكارديان؟ تا هو تلقى بغلط، واليوم باش يدير ان ديجاجمون بغا يعطي باس، ولكن الحمد لله ملي بغا يعطي باس خسرات. زيال فين طاحت؟ طاحت في واحد اللاعب اللي عنده هاد لي كاليتي دو جو. خاص تعرف واحد القضيه، شوف راه كوما زياش تما وجات عند واحد اخر غادي يقدر يدير يزيد بها، غادي يبغي مازال يدخل بها الكاري، عنده هذوك الحوايج مازالت مع الهضره. ما شوف دار بحال كنقولوا الى كاريسي ذاك لو بالون، ماشي ضربها هذيك، ما كتسماش ضربه. راه كتقولوا انتم قبل ما تجي حطها، شوف الى قبل ما توصلوا هو الى كاريسي لو بالون، نقلها دار لها الضريبه ديالها. شوف دابا الضريبه كتبان واقيلا الناس يتفرجوا بها كيسها مساهله، ضربه ما ساهلاش هذيك، خص تكون عندك رجل وهذيك الضريبه تكون عندك. واللي مارك هذيك البيوت في جورجيا راه غيماركي بحال هكا. لا جورجيا تقدر ديريها الا ما جاتش سي كوت شونس. اما هذه جات في وقتها صعيبه لان خصك لو لوب ديالها ولا البيشنات ديالها ولا اللي بغيتي الضربه ديالها خصها تكون عندها العبار. وتنقول لك انا الا ما خرجتش من عند واحد ان تكنيسيان بحال زياش ما تخرجش. رجعوا نصيري دابا واحد العدد كنقول لك انا راه ماركيش ليا، كنقولها انا ديما تنقول لك ريكوبيراتور هو ستان باكارور كيخدم كيسخي فوالا، هذا هو لو تيرم سخي كيمشي هنا وكيمشي هنا الحمد لله. ما كيطمعش في لابار، ماشي يطمع هو بجاتو البارح كره سبحان الله العظيم، هو جاب لك كره وجاتو كره ضربه صعيبه ديك الكره اللي مشى بها وضربها في البريمير باليمنيه. ونقولوا حاجه اخرى عاوتاني، سبحان الله العظيم شتي ذاك الروبو اللي كان ما كيلعبش في سيفي وذاك لا بليسيور كلهم هذوك رجعوا عليه بالخير دابا. بحال كتقولي انت سي كيركان اللي الله رجع للميادين
وغادي وتي ما كتحضرش معايا انا شاك ماتش تيكون نفس يعني لا نصير لا زياش لا حتى شوف نفس هذه القضيه اللي دابا السؤال اللي موضوع لي زوتر بلاطو تيهضروا على زياش كيقول لك علاش ما كيلعبش علاش تشيلسي ما كيلعبش تشيلسي ولكن يلقاو الحل بحال اللي كنلقاو حنا دائما هذوك كيطلبوا منه انا كنقولها دائما ان تكنيسيان خصو يبقى فحال فلاياكس كيبقى لو ديرني جور هو اللي كيعطيك ديك لاباس منك اللي بلد وعلى سبيل المعلومه خير الدين بغض النظر على العلم مع ليكيب ناسيونال اتونسيون دابا مع ليكيب ناسيونال مخرج كيف كنقولوا حنا القلب ديالو وتيرجع يطاكي ديريير وكيتضارب وكيدير المدرب السابق اللي كان معاه في اجاكس تينهاك اللي كاين دابا في مانشستر بحال لمح على لا لمح على ان من بين المطالب ديالو دابا الا بغات تشيلسي تطلق زياش انه في هذا الميركاتو ايفرنا يجي لمانشستر لا حتى شوف مع تينهاك شوف الا بغى يرجع لمانشستر اسمح لي يا منير الا غادي يرجع لمانشستر وطلب منه نفس لو رول اللي كيدير في تشيلسي الا غيدير في تشيلسي ولا في هذا حكيم زياش غادي يتمرن وكاين المدرب ديالو اللي باغيه واخا يبغيك هو ما بغاش تفرسك ما بغاش تار اولاندو اللي كي كيجري معاه كيدير ان بون تكنيسيان وما عطاش الوقت يقول لي راه بقات انت تما ولعب شوف منير انا زياش نبغي ليه من بعد لا كوب دي موند والله الا عاد يما الايطالي يفا كونتينيو تما ولكن بغيت ليه مدرب اللي غادي يعطيه شخصيته يود فوق كيف بغى ماشي يتصنع في الشخصيه زياش ماشي ديال تماره زياش ما مخلوقش يمشي يضارب حدا الكاري 18 وطيح بطاكل ماشي ديالو هذاك الشيء بحال مرابط هذا شوف لو ستيل ديال مرابط كي ستيل ديال ملاح املاح كي ستيل ديال اوناحي كي ستيل ديال بوفال راه شاكا الى ان ستيل لو ستيل ديال زياش خصو يكون مترابط مع شخصيته ان جنتلمان في الكره ديك لا سوري رقيق رقيقي كيشد الكره فهمتي كي هذا ما يمكنش تشدو وتغط عليه تقول لي اجي ارجع لي الكاري 18 باردون 90 مينوت ما يقدرش انت كتعرف لو نيفو ديال الانجليز امونير ملي كيصفر لعبات هما ضربني نضربك وكتطلب منه انت داك الشيء اعطيه انا بالنسبه لي الا كنتينيت بصح مدرب ومقتنع بزياش اعطيه لا ليبرتي ديو لا والدليل التعامل ديالو التعامل ديال توخيل علاش برشلونه كانت دايره مع ميسي اوه ميسي كيفاش ميسي ميسي وحنا مالنا حتى حنا زياش لا انت عندك ان بونجور عندك ان بونجور قال لي خدم عليه شي واحد قادي يخسر في الكوره كاينين اللعابه اللي ما معطيهمش يتضاربوا معاك ما معطيهمش تماره ولا لاعب ديال الكان خصو هو بكانتو يكون اليز باش يعطيك الا ما كانش اليز ما غيعطيكش انا نقول لك هو الا قدر يتضارب معاك غادي يتضارب معاك ان سيرتان مومون بواحد التدخلات اللي غتكون قليله ولكن ما غتبنيش عليه المضاربه ولكن ما تبنيش عليه على انه تقول لي انت بحال نصيري بحال سميت نصيري دابا شي نصيري نصيري كيدير دابا تماره يا اما كتخلص ولا ما تخلص البارح راه خلصات نهار كرواتيا وهذاك غادي يبقى يمشي ويجي يبقى يمشي تيتنفخوا ليه الصدر ديالو البارح دار هذاك الضغط غلط سميتو جاب الله التيسير الكارديان جا كي قلت انت جاب الله التيسير وعاوتاني حاجه اخرى والنصيري انا نقولها لك كون كنا كيجونا بزاف ديال لي بال من لا دروات ومن لا كوش غادي تشوفوا بزاف غادي تشوفي بزاف زياد نصيري غيماركي وغيماركي بالراس ناخذ واحد الفاصل ثم نعود لمواصله الحديث انتم دائما في الاستماع على برنامج البطوله على شدا اف ام انتم دائما في جدا الحمد لله ما نبقاوش عايشين في الاطلال هذا تاريخ جديد تاريخ جديد ان شاء الله راه كيف قال عاوتاني تهضر على التاريخ ان شاء الله قال الركراكي البارح في الندوه الصحفيه قال لهم انا دابا كتب لي الله دابا انا انا مدرب ديال الفريق الوطني في الكوب دي موند انا كلاعب ما عشتش لاكوب دي مون ما لعبتهاش لان تقصيت في اخر جوله في 2002 و2006 ما داش سبحان الله العظيم وفي 86 عندي 12 عام عشت الفرحه ديال ديال سميتو ديال دونك ما يمكنش ما يقولهاش فيما مشيتي كاين التاريخ ونزيدك حاجه اخرى ان شاء الله الا طولنا لنا العمر لا انا لا الوليد اللي كيهضر دابا ولا كاع الناس غادي نجبد هذا ضروري ما عندك ما وتا هو تقول لي الاطلال لا لا ضروري راه الا ما الا ما الا حيت الا ما كنتيش عندك تسلسل في الإفاء يعني في المواجهات في المباريات تراكم راه ما يمكنش تكون ما يمكنش تكون خص التاريخ ديالك يكون عامر دابا ومن لا تاريخ له لا مستقبل له لا الرصيد ديالك منير الكروي راه دابا جميع الفروق على ايطاليا دابا اللي كيتاسفوا عليها علاش وتاريخها اش في كيرجعوا هما دابا الايطالي الرصيد الكروي ديالها تيقول لك هو ما تشوفش الطاريخ وبيني وبينك
ما بقاتش فيك انت الايطالي ما كايناش في هذا كوب دي مون. وبيني وبينك هاك ثاني كون كانت الطاليان كون طلعت هي خرجت بروميي تور. لا لا ما لا بعد الناس فاهمين دابا. لا لا ما تعرفش والله ما تعرفش شكون هذا. اسباني كانت غتخرج حتى هي. ما تعرفش اش كانوا كاع غيلعبوا مع مارويكوس. كريم قبا مارويكوس راه بغات الهضره من البارح بالليل كليك. الاسبان خلاو تاهل كيهضروا على مارويكوس. لادفيرسير كريم قبا سلام فخر الدين البارح الكراكي دار سوربريز لونترينور كندا. هي خرج تيهاجم ما بقاش في الدفاع اول 30 دقيقه فوالا كاينه الهضره كاينه دار لابريسو من الاول وهضرنا على البارح انا وياك والبارح قلنا واش يقدر يغير ماذا وقلت لك انا ما كنظنش يغامر يجي ثلاث الماتش الثالث ويغامر ولكن سبحان الله العظيم يمكن على قرايته لكندا وكيفاش دار قال علاش من انا الاول من الاول حيت الا خلاهم يمشيو بالكره اكثر ضيورها انت شوف شوف واحد القضيه شوف الفرق ما بين لا بريمير ميتون ودوزام ميتون الوقت اللي عطيتهم كما قالت ايمان لا شونس فين يمشيو عندك راه وصلوا الفوطو وصلوا هو كان بغى يامن راسو بدوك جوج الاهداف جابهم الله في ديك الوقيته لا ماشي ما دايرهمش هو في باله لانه داخل باش يباكي جوج بيوت ولا ولكن كاينه النيه ديال انه راه باغي ماركي يدير بريستينغ قبل ما يماركي دائما ما داخل تيقول غادي نماركي جوج ولا واحد ولا هذا كندخل على الاقل بعدا نمشي هذاك لادفيرسير ندخل ليه انا الشك قبل ما يدخل ليا هو الشك السلام عليكم جميعا الف مليون مبروك علينا كاملين سيموس الشريف سي طارق خطاب داكور اخويا شكرا الله يحفظ اخويا كلمه في حق الكبير الحسين عموتي يلاه تكلمنا عليه السي وليد يلاه تكلمنا عليه داير قرينا الميساج في الاوف وهي فين هذا الموضوع الاسبان صدقوا مريقلين بزاف عطاو الماتش لا 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 واش خبرك البارحه راه شي هاد الناس شي هاد الشيء راه تقال هاد الهضره هذه راه كاينه في المغرب ولا وتالي زالمون كانوا مقصيين وتالي زالمون قالوها تاوما سيرتا وقال لك بانه الاسبان حضرات يديها يلاه كي جاتك هذه مشكله في الكره اخويا منير هضروا على شكون ما عرفتش كتب لي المراب المراب ما عرفتش اخويا المرابط هضروا على المرابط المرابط اخويا هضر على راسه وهضرنا عليه احنا قبل القضيه ومرابط ديال لاكوب دافريك ماشي هو المرابط ديال لاكوب ديموند وانا الحاجه الوحيده انا بالعكس ولا كيجيب لي الثقل ملي كنكون كنتفرج كتخاف لا ياخذ افيرتيسمون افيرتيسمون منير خايفه من الافيرتيسمون حيت هو اللي كاين علاش حيت هو نورمالمون في ذاك الميليو عنده الحق منير حتى انا راه كان نفس حيت قوت لي فوت راه البارح شفنا دوك الجابون البارح راه الاربيط عطيكم مره كيجبد علاش ملي كتصعب الامور كيوليو الضغط كتولي ديري دي فوت هو مسكين الله يحسن العون ومع الناس كيما قلت البارح نيت راه ما كيفكرش في هذوك لي كارتون كيف ما يمكنش يفكر ما كيفكرش جامي دلافي مع دغري اللاعب ما كيفكر بحال هكا زياش بغيتو يمشي لدورتموند اها سي كريم دورتموند مزيانه يلعب فيها هضروا لنا على المرابط اللي ضرب تمارا 3 ماتش حنا كنهضروا عليه حنا هضرنا عليه شكون على المرابط هضرنا عليه زياش ربما بالنسبه لي المانيا فيها اتساع والله العظيم الا شوف ما نحلفش هذا اللي قال دورتموند حيت دورتموند كتلعب الكره ويعطيوه ليسباس فين يلعب وكلشي يعطيوه لا ليبرتي ديالو وحتى الالمان فيها كاين اتساع ماشي بحال لي زوتر شامبيونا شويه قاصحين عبد اللطيف صامود بغيت نعرف السي منير واحد القضيه المغرب واسبانيا لعبوا البارح وغيلعبوا الثلاث والماتشات ديال اليوم غادي يلعبوا اثنين خويا هذه القرعه ثاني بلاس هذه القرعه اللي مديوره متصدر هذه مع الثاني متصدر هذه مع الثاني وكيدار كالوندري هذا الشيء اللي كاين انت فيما جابتك هذا الشيء ما عنده علاقه بالبرمجه علاش الوداد لعبات مع الثمانيه والرجاء مع الاربعه وداك الشيء ما كاين لا سيرفر اسباني هنا لا والو قرعه من نهار دات انت راك عارف راسك واش ما عارفش راسك واش غتجي الاول ولا الثاني انس الحديقي شابو انسيري اوفونسيفمون اي بور لو رول ديفونسيف الله يعطيه الصحه انكرويابل انصيري قلنا عقلتي هو اللاعب المرشح الوحيد اللي الا سجل غيولي المغربي الوحيد اللي دار لي مارك في دوك بينو بينك انا قال لي سجل شي بعض المرات حاط ليه لو كوتي ديال هكا اللي قال التمارين اللي كيضرب هي الاولى وهي اللي باغي منه الركراكي داك الشيء اللي قال عليه الركراكي دو عاد من بعد لا بغى يسجل كيبقى خير منه على حسب لو جو اللي كنلعبوا به حنايا غير الا بغاه مربوحه مع اسبانيا ان شاء الله بلا تيسي سفيان مباراه هذه مباراه ديجا دابا نعطيك من هنا 50 50 فوالا ميرسي ياش
كاين تكافؤ الفرص ماشي تكافؤ 50 50 لانه دابا الظروف اللي وصلنا لها مثلا نهضروا على هذه المباراه ان شاء الله باقي عندنا نهار اثنين الوقت ان شاء الله. واحد السيد قال لك واحد المقارنه بين اسبانيا 2022 واسبانيا 2019 وهو بغى يقول قال 2018 مقارنه مع اسبانيا اللي كاينه المقارنه اللي كاينه هو ذاك الجيل كان صافي راموس لورو في بيكي كلهم دي جوار خارج اطار ثم التغيير ديال المدرب اللي جا في ديك الوقيته على عقلتي اللي غادر المنتخب بزاف ديال العوامل ما كتشبهش امونيل. هذا منتخب اللي عند اسبانيا اليوم منتخب ديال الفراخ كيف كنقولوا حنايا جديد جديد والطريقه اللي كيلعب بها وديك لاراج دو فانكر. وانا كنقول طحنا مع منتخب الا جينا نشوفوا الاعمار اللي عندنا السنيه تاعنا داخل المنتخب الوطني ما عندناش دراري كبار شي حاجه يعني شي اج اللي نقولوا حنا كاع فهمتي نقدروا نقولوا هذا ما يقدرش عندنا دراري تاعنا تبارك الله باقين مزيانين باقين جون. اذا ماتش علاش كنقول فيه انا 50 50 غنلعبوا مع واحد لا جينيراسيون 50 50 ماشي 60 40 ليهم لا 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 نعطي 50 انا للمغرب من ناحيه ذاك الريتم ديالهم ديك واخا نعطي اللي نعطي نبقى نخلي انا دائما المنتخب المغرب انا بدا خص طرف القضيه دابا حاليا سالينا دابا حنا بالنسبه للمنتخب المغربي لان دور المجموعات ماشي هو المباراه الفصيله خص طرف القضيه المباراه دور المجموعات تيقتل ذهنيا بالحسابات فيزيكمون تيقتلك انت لاعب وكتسنى انت لاعب وانت كتسنى لي بليسور هذا دخلنا دابا في الفينيش ما بقاش غادي نتسنى انا الماتش الثالث ولا هذا حياه او موت صافي غادي ندخل غادي نلعب ماتش ديالي وداك الشيء اللي عندي انا في لي كاليتي جو ديالي انا ملي كنشوف الدراري كيفاش كاينين دابا من ناحيه لو جو ديالهم وهذا سوا ديزون عاوتاني نقول واحد الكلمه كيفاش غيكون الاختيار غير هو كاين تغيير غنواجهوا منتخب اللي التيران كله ما كتعرف فيه لا ريال دروا لا الميلو تيران لا كله منتخب كيدور ما كيوقفش فهمتي اش بنقول لك قبل ما نسولك على هذا المنتخب الاسباني نيت وعنده علاقه بالماتش اللي لعبوا البارح واللي خسروه مع الجابون في هذيك المجموعه اللي هي تشكوكيه